مساء الفل على كل بيشوفون. النهارده احنا طالعين لايف عشان نتكلم على موضوع سالي ووالد سالي معانا. سالي زي اي ست في مصر بتدور انها تتجوز وتعمل عيله، لكن الجواز في بلدنا او في المجتمع العربي كله بقى عامل زي البطيخه. لو نيجي نبسط الموضوع، ممكن يكون الظاهر حلو قوي، لكن بعد ما تغوط في الجواز تلاقي مشاكل انت ما كنتش مديها حساب او مديها فكره ان ممكن المشكله دي هتحصل بشكل او باخر. وكل واحد وحظه بقى في اللي بيشوفه، وده عشان احنا ما عندناش وعي يعني جواز او مسؤوليه او تربيه اطفال. تعال نسمع سالي ونعرف هي عرفت جوزها ازاي والقصه جت ازاي، ونشوف ممكن الجواز يودي لايه. ازيك يا سالي، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ منورانا الاول ومبسوط ان انت معايا النهارده. احكي لي يا سالي قصتك، وخصوصا ان انت ظهرت اكتر من مره بتشتكي من الوضع اللي انت فيه. إيه؟ عرفتي جوزك منين يا سالي؟ هو كان جاري. جارك؟ ساكن معايا في نفس العماره. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان اتقدم لي عادي زي اي واحده، ووافقت عليه واتجوزنا. وبعد ما اتجوزنا في اول جواز كان من تاني شهر عايز يخليني اخلف، روحي للدكتور كشفي انا عايز اخلف. قلت له حاضر، ورحت وكشفت، طلع ان مفيش حاجه عندي، وقعدت اخد منشطات عشان احمل. بعدين الدكتور قال لي انت كده مفيش حاجه، انت كده كويسه، خليه هو بيجي. جه حضر وعند الدكتور واخد علاج وخف، وخلفنا اول ولد كمان. وانا حامل لسه كنت حامل في عبد الله ابني الكبير. ده كام سنه عبد الله؟ عبد الله ده عنده 8 سنين. طلع بنفط حاجه على الباب، راح الباب اتقفل غصب عني. راح اتصلت بيه، كان التليفون في ايدي، لانه على طول خلي التليفون معاكي، ما تسيبيش التليفون من ايدي، كلميني على طول، اما اتصل الاقيكي بتردي. اقول له حاضر. فاتصلت عليه بقول له الباب اتقفل عليا غصب عني وانا طالع. فضل يشتمني شتايم فظيعه في التليفون، شتايم قذره جدا. انا لما اجي انا هوريكي. بقيت خايفه ومرعوبه، بقيت قاعده عماله اعيط على السلم. بعد كده جه دخل، كنت حامل في 7 شهور، دخل فضل يضربني بالقلمه، وفضل يشدني من شعري بطريقه فظيعه. بعدين احنا قاعدين في اخر الدور في الثامن، طلع قاعد على السطح بعد ما ضربني، انا عماله اعيط. بعدين اتصلت بماما قلت لها تعالي بسرعه عشان ضربني. مامتي جت بسرعه، وبعد كده اخته جت، اتصل على اخته، اخته جت اللي ساكنه معانا في نفس العماره وجوزها. قلت لهم خدوني انا عايزه امشي. فضلت اعيط وابص ايدهم واقول لهم والنبي انا عايزه اروح، انا مش عايزه اقعد معاه تاني. قالوا لي لا، ما معلش هو مش هيعمل كده تاني. اخته قعدت تغمزه، قوم صالحها، قوم بص على دماغها، مش ما تزعلهاش. انا اسف، هو حجته ليه انه ضربك؟ عشان انت كنت لابسه هدوم البيت فطلعتي على السلم فالموضوع. لا كنت لابسه اسدال، ما كنتش لابسه هدوم بيت، كنت لابسه اسدال. طب بيضربك ليه؟ علشان يعني الباب اتقفل. طب وانت بتنفضي حاجه ولابسه اسدال، ايه يعني ايه اللي يخليه يتعصب عشان يضربك؟ كان تبرير الموقف ايه؟ ان انا ما خدتش المفتاح معايا والباب اتقفل. ليه ما خدتش المفتاح في ايدك؟ بقول له نسيت المفتاح جوه في الباب. ازاي تنسيه؟ الهواء قفل. ازاي؟ وتعصب على طول، هو بيتعصب. الهواء قفل الباب. اي واحد بيحصل كده معاه وبينسى. بس قعدت وسكت دي كانت اول مره يحصل الموقف ده بينك؟ اول مره يضربني بعنف. بعد كده رجع تاني بعديها، بعد ما كنت برضو حامل في عبد الله، جاي في العيد، فكنت عند والدتي يوم الوقفه، فمامتي بتحط لي حاجات، كانت عامله كحك وبسكويت زي اي حد، فبتحط لي حاجات. فاتاخرت شويه، فهو بيتصل انزلي، فبقول له طيب حاضر ثواني بس هلبس، بس انا بكمل لبسي ونازل. فلبست بسرعه الحجاب ونزلت له عشان مامته تحت. فاول ما فتح الباب بيقول لي كل ده، حطشني بالقلم قدام مامته. فبقول له انا ماما بس بتحط لي حاجات وانا اتاخرت غصب عني. فضل يتخانق ويشتم. مامته راحت مسكتاني، قعدت اعيط وقعدت اقول له ليه، حرام عليك، ليه بتضربني، انا عملت ايه؟ راحت مامته قالت لي معلش امسحي دموعك. مامتي سمعتني من فوق عشان احنا في الدور الثالث وهم في الدور الارضي. نزلت بسرعه، حست ان هو ضربني، نزلت تجري هي وبابا. دخلوا بيقول لي في ايه، هو ضربك؟ انت ليه بتعيطي؟ يعني احنا سامعين صوتك. قلت لهم لا انا مفيش حاجه.
بتقولي طب انت ليه عيطتي؟ انا سامعاكي وانت بتعيطي بتزعقي. بقول لها انا ما زعقتش ولا حاجه، ما فيش حاجه، سكت. دخلوني الاوضه وقعدوا يهدوني والجيران كلها جت. ماما بتقول له ليه بتضربها؟ دي حامل، حرام عليك. ده برضو كنت لسه، برضو كان المشكله دي بعديها على طول بفتره صغيره، بعديها قد ايه يعني باربع شهور او ثلاث شهور وانت يعني. برضو حامل؟ اه كنت لسه حامل، كنت خلاص على وش ولاده كمان يعني، انا ولدت بعديها بشويه. معلش يا سيدي، جاركو ما كانش باين عليه ان هو عنده لا ال ردود خالص. الافعال الجامده دي؟ لا لا الناس خالص. بره بيقولوا عليه ده ايه من ايات الله، كل ده ما نحكي محترم، ده للناس كويس، ده بتاع، يقولوا لنا لا ده كويس، ده اتاريهم بقى بيز. مع بعض بقى، ما تعرفيش بقى الصداقه دي قايمه على ايه. بيشربوا مع بعض حاجه، بيعملوا حاجه، متعاطفين مع بعض في الحاجه دي، فاحنا كل ما نسال عليه يقول ده محترم، ده كويس ده. وطبعا والدته قاعده معانا بقالها مده كبيره، طبعا انا كنت في شغلي ما اعرفش حاجه عنهم، بس انا شايفهم ناس هاديين، وما عمر ما مامته دي زعقت ولا اتخانقت ولا عملت اي مشكله. فاحنا شايفين الوضع من بره كويس. هو والده توفى وهم اطفال صغيرين، والوالده هي اللي بتربي يعني. والوالده هي اللي بتربي، ربت 8 اطفال، بس تاريها بقى ما شاء الله. اه كانوا 8 اه 6 صبيان واتنين بنات. بنتين بنات. البنت الكبيره، البنت الكبيرة وبعدين أسامة اللي هو توفى ده، وبعدين التسلسل بقى ما شاء الله. ماشي، وانت حامل وعمل ده تاني، ايه اللي حصل بعد كده؟ سكت وروحت. بعد ما روحت قلت لماما في التليفون، قلت لها ضربني، بس انا خفت اقول لك عشان هم قعدوا يقولوا لي اسكتي ما تقوليش حاجه. تاني يوم، تاني يوم اول يوم العيد، البوتاجاز بتاع مامته ده ولع. بابا اللي نزل نقذهم بالطفايات الحريق، احنا عندنا طفايات حريق بنحطها في الشقه، بابا اللي نزل طفى الحريق ليهم. ايوه. وهدى الدنيا، اخته فوق كل برده ما البوتاجاز بتاعها برده على طول يحصل حرائق في البوتاجاز عندهم. بابا يطلع برده بالطفايه يطفي لهم الحريقه. الجار لازم يعني، خايف عليهم، الجار لازم خايف ينقذ على الجار الناس. في اي حاجه ويبقى في شهامه يعني. رجع بعد كده، هو اسمه رمزي عبد الله جوزي. رجع بعديها، راح المشكله اللي بعدها بقى كذا مره برضو يتخانق ويضربني بغباء، بغباء جامد. اتصل باهلي في التليفون، تعالوا احسن هخليها جثه. ايوه اتصل علينا اعمل كده، بيكلمك يقول لك انا خد بنتك لخليها لك، خد بنتك لحسن هخليها لك جثه. فاحنا مش متوقعين ان هو بيعمل كل الحاجات دي يعني. ايه هتخلي مراتك جثه؟ طب واولادك فين؟ طب بتعمل ايه مع حضرتك لما يقول لك كده؟ كده بابا. بابا. انت ما بتتكلمش. طب هتكلم اعمل ايه يعني؟ انت عايزني يعني اعمل ايه يعني معاك؟ عايزني ابقى بلطجي معاك ولا ايه؟ بس اعمل ايه بس معاك؟ احنا طبعا بابا بيتكلم معاه، مستوانا ما ينفعش نعمل كده، ما ينفعش نتكلم نضرب او نعمل يعني. جوز بنتي ضرب بنتي اروح اضربه؟ ما ينفعش. انا بتعامل مع واحد راجل متجوز بنتي، لازم احترمه عشان يحترم بنتي. انما ما فيش خالص بقى، بيخرج عن شعوره بطريقه مش معقوله يعني. اخر مره انا رحت ساعه ما هو عمل المشكله دي معاها، لقيته رامي التلات عيال قدامه وانا ما لحقتش. دي كانت راحت المستشفى. لا استنى، عشان عايزه تحكي لنا الموضوع ده انا، لا عشان عايز اعرف ان في موقف اخير هو اللي على اساسه حصل المشكله دي. انتوا قعدتوا متجوزين كام سنه؟ 9 سنين. في ال9 سنين، طول ال9 سنين يا سالي هو رد فعله كده على طول، على طول بالعجرفه وبالمتكبر جدا. اهم حاجه نفسه، اكون واقفه بعمل الغدا اتصل بيا بالتليفون، يا سالي اغسلي لي الكاوتش، اسيب كل حاجه واقف اغسل له الكاوتش، اغسلي لي الهدوم كذا، حاضر، اسيب كل اللي في ايدي. اول حاجه هو نمبر 1، هو في البيت ما فيش حد بعديه. حبيتيه يا سالي؟ معلش انا اسف عشان الجواب. أنا ده 9 سنين كنت بتحبيه؟ انا كنت بحبه. وهو بيعمل فيكي كده بتحبيه؟ وبحبه، وهو عارف ان انا بحبه، وهو بيضغط عليا بالحكايه دي. بس هو من جواه، انا ما كنتش في باله، انا كان متجوزني حاجه هيحطها في البيت، هتخلف له ولاد بس وسايبها في البيت، وهو بقى بره مع اللي معاها بقى. طب مع الستات اللي معاهم. ما انا ده بس سؤال انا كنت عايز اعرفه، ايه بقى اللي خلاكي تتحولي وتقولي لا انا هنفصل، لا انا عايز حقي، لا انا عايز حق عيالي؟ ايه الموقف يعني؟ معلش انا اسف، بعد اللي هو بيعمله ده المفروض كنت طلعت من اول يوم. ايوه صح، ايوه عندك حق. انا بعد ما خلفت بنتي الثانيه،
جت حصلت مشكلة. أنا هم على طول طول السنين اللي أنا متجوزة دي كانوا هم اللي بيجيبوا لي أكلي. أنا ما أتدخلش في الأكل، أنا آخد الحاجات أعمل اخواتي بس يعني انت ما بتنزليش تجيبي خضار خالص والحاجات ولا دي؟ أي حاجة. مش عايزني أجيب أي حاجة ومش عايز يديني فلوس في إيدي. مفيش ثقة، مفيش ثقة مش إنه غيرة يديني. انك تنزلي الشارع لا يعني. لا مفيش ثقة إنه يديني فلوس. خايف إن أنا آخد فلوس وإن أنا أشيل منها فلوس. هو تخيله كده. برضه يا سيدي انا برضه مش فاهم انت مستحمله ومكمله الموضوع ده كله. انا برضه انا عايز اعرف يعني اكتر من ده ايه اللي ممكن يخليك تقولي انا انك انت دلوقتي طالعه في اكتر من مكان بتقولي لا انا هنفصل وعايز حقي ومش هسكت. ليه؟ ايه اللي وصلك انك تعملي ده مع ان انا من تخيلي من اول تاني شهر هو عمل كده خلاص هو شخص لا يؤتمن. ايوه صح. ايه اللي حصل؟ الولاد، اه كنت خايفه على ولادي ان هم يحصل لهم، وده اللي حصل دلوقتي. يعني انا بعد ما هم اتفصلت بالثلاث ولاد، هو ده اللي انا شايفاه ان هو مش عايز يقدم لبنته في المدرسه. إيه بيعمل حاجات مش كويسه. لان انا اكتشفت بعد ما خلفت بنتي التانية اكتشفت الميموري، لقيته ايه؟ حاطط ميموري. ميموري؟ ميموري؟ ميموري بتاع تليفون مال؟ بسجل عليه تسجيلات لستات كتير، مكالمات تليفونيه بينه وبينهم بصوتهم ومعايا التسجيلات. بيعمل ايه بقى في التسجيلات دي؟ بيكلمهم كلام فظيع وحش خالص مش قادره وهما اقوله، بيستجيبوا معاه؟ وهم عمالين يحكوا معاه حاجات علاقات كانت حاصله ما بينهم وبيجرجرهم في الكلام. يعني هو ليه علاقات مختلفة؟ علاقات كتير. وبعدين وبيعمل حاجات تغضب ربنا. وبعدين ابنه راح قدم له في مدرسة في الزمالك. طب انت قدمت له وديه، حتى مامتها قالت له انا هدفع لك ثمن الباص اللي هيودي الولد، يقول رفض. لها لا رفض وما ودهوش المدرسه خالص. وفي الاخر جاب الشهاده، بيقول لها اهي الشهاده بتاعته اهي. انتوا بتقولوا ان انا ما بصرفش على الولاد، هو بعت لي رساله. لا استني بس عشان احنا دلوقتي بنحكي في كذا موضوع مختلف. خليني بس، انت دلوقتي وصلت النقطه انك انت فبعد ما بنتك جبتيها ابتدى شفتي ميموري كارد عليه مكالمات خارجه. تمام، ايه اللي حصل بعد كده؟ عملتي واجهتيه؟ اخدت الميموري خفت اواجهه. خفت وخليت الميموري معايا، وبعد الميموري سجلته عندي ورجعته له تاني. لا هو لا سجلته عندي ورجعته له تاني في مكانه، وخفت منه وخليته معايا على التليفون. وكنت خايفه اقول له، خايفه لحسن يضربني ولا يعمل فيا اي حاجه. وبعد كده رجعت لما زعلت الخناقه اللي هي معايا بيها بنتي اللي عندها 4 سنين دلوقتي. كانت عندها دلوقتي هي عندها دلوقتي 6 سنين، كان عندها ساعتها 4 شهور. جيت واجهت قلت له انت بتعرف ستات عليا وانا عند بابا. يعني انا ما قلتلوش الا وانا عند بابا لان انا خايفه منه يعمل فيا حاجه. وواجهته بيه، راح قال لي، جه راح شاف اخواته طلبوا يشوفوا. قلت لهم اخوكوا بيعرف ستات عليا والحاجات معايا. قالوا لي احنا عايزين الميموري ده. انا رحت البيت، انا سجلته عندي واتمسح، اتمسح من عندي. انا كان معايا مفاتيح الشقه بتاعتي، اخدها مني. قال لي انا عايز المفاتيح دلوقتي، نزلي لي المفاتيح. اول ما جيت عند بابا كنت زعلانه، نزلت له المفاتيح. انا كنت مخليه نسخه معايا عشان لو دي ضاعت او اي حاجه حصلت يبقى معايا نسخه تانية في الشنطه. هو ما كانش يعرف ان انا معايا نسخه تانية. دخلت الشقه وخدت هدوم ليا وخدت هدوم لولادي. اما مخلي ابن اخوه قاعد على الشقه بره عشان خايف ان انا اروح الشقه. مخليه قاعد على السلم. رحت لقيت الولد قاعد، بقول له انت، بيقول لي انت طالعه فين؟ وشقتي. قلت له انا طالعه بيتي. راح بيقول لي طيب. راح متصل عليه، لقيته راح متصل على بابا بيقول له انا هطلع ميتين اهلك بنفس اللفظ في التليفون. انتوا ازاي تخشوا شقتي وانا مش موجود فيها؟ راح بابا قال له انت بتقول كده؟ طيب ماشي. سكت، ما ردش عليه وقفل السكه معاه. رجع بعديها انا خدت الميموري الاصلي اللي في كل المكالمات، كل الحاجات اللي عليه. جه يكلم اخويا بيقول له انا عايز الميموري ده، لازم تدهوني دلوقتي. وببلطجه وبطريقه يعني بيهدد اخويا انا مش هسيبكم لو ما الخناقه دي من كام سنه؟ من 4 5 سنين فاصلا؟ من 5 سنين. رجع بعد كده اخدوا الميموري، بس انا سجلت الحاجات دي عندي. رجعوا لما خدوا الميموري بنقول لهم شايفين اخوكوا بيعمل ايه؟ سمعتوا اللي عم اخوكوا بيعمله؟ راحوا قالوا لنا، نكروا، قالوا لا ده الحاجات دي خلاص دي كانت قديمه، هي حاجات جديده. وانت عرفتي منين انها حاجات جديده؟ لانه بيقول لها في التليفون وفي المكالمه فاكره هي كانت مامته متوفيه بعد ما انا ما خلفت ابني. يعني انت في حدث معين ربطتي بيه التوقيت؟ ربطت ماشي بيه. تمام.
ان هو مامته لا خلاص بقى عشان المكالمات دي خارجه، فاحنا مش عايزين نروح ليها خالص، كملي. وبعدين وبعد كده رجع، بعد كده التسجيلات فضلت معايا عند والدي، رجعوا بعتوا بلطجيه لما عرفوا ان التسجيلات لسه عندي. طلع كمان مش بيعرف ستات وبس، خلاص لا لا ايه لا احنا رايحين في حته غلط كده. ايه بيعرف؟ بيعرف مراتات اصحابه. خلاص لا اله الا الله، خلاص لا بغض النظر، بغض النظر يعني مالناش فيه يعني، اعوذ بالله يا رب. وايه اللي حصل بعد كده؟ ازاي رجعتوا؟ معلش انا اسف، ازاي رجعت؟ ما رجعتش، ما كنتش عايز. ما انت في طفل بعد كده رجع يا رب. في اتنين طفلين. طب انت ايه اللي حصل؟ يعني كنتش عايز ترجعي؟ رجعك؟ ما كنتش عايز ارجع. حصل ان انا اخدته رحت عشان انا خايف على بنتي، لما عرفت ان هو بيعمل الحاجات دي. انا ليا ابن اخويا، ولاد اخويا انا دكاتره، فانا خايف عليها على بنتي، ما هو بيعمل حاجات غلط وممكن يجي يجتمع معاه يعمل يجيب لها ايدز، يجيب لها حاجه. خايف عليا يجيب لي مرض. فاتصلت على ابن اخويا قلت له انا عايز اعمل له تحاليل كذا، تحاليل ايه؟ قال لي تعمل تحاليل كذا كذا كذا. رحت واخده. هو بقى عشان يعني هو موافق انه يعمل التحاليل دي، يعني هو كان عايز يرجع. ايوه هو عايز يرجع. طب عايز ترجع مش هرجعها لك الا لما تعمل التحاليل دي عشان اطمئن على بنتي. وبعدين ده يعتبر ان هو يعني انا بقول ده يعتبر درس ليه، ان هو ماشي بس هو درس ان هو المفروض يتعدل. يعني انا القصه الحدث الاخير ان ما حصلش رجعته بعد ما عمل تحليلات وحلل بغض ماشي وطلع كويس ما عندوش حاجه، ورجعتي. ورجعت ليه؟ وبعدين رجعت الناس اللي الرجاله اللي كانوا بيرجعوني ليه، ناس كبيره من المنطقه، قالوا له ادفع لوالدها فلوس الفتره اللي قعدتها وهو كان بيسرق، الفلوس اللي ده اللي صرفها على اولادك. قالوا لا انا مش هدفع حاجه، رفض. بابا قال له خلاص انا مش عايز فلوس، بس ربنا يهديكوا ويهدي سركم. ورجعت عشان خاطر الاطفال. وقعدت قد ايه معاه؟ واجهته قلت له وحكيت له المكالمات بيني وبينه، بقى عمال يضحك. بقول له انت بتعمل كده ازاي؟ انت ازاي بتعمل كده؟ طب انت ما خفتش ان انا اخونك زي ما انت ما بتخوني وارد لك نفس اللي انت بتعمله؟ بس انا عشان انا محترمه متربيه، وبابا فضل يعني مربيني على الادب وعلى الاخلاق وعلى الدين وعلى الصلاه. كانت واحده غيري سمعتك ان انت بتعمل كده كانت ممكن تعمل زيك عشان ترد لك نفس اللي انت بتعمله، بس انا قال لك ايه؟ سكت وضحك، ضحك وسكت. طب سالي وقعدته قد ايه بعد كده لما رجعتي؟ كملت معاه بقيت الفتره اللي بعديها. خمس سنين يعني بيضربك وبيخونك ورجعتي. معلش يا سالي انا اسف تستاهلي. ايوه تستاهلي كل المساوئ اللي انت بتعاني منها، عشان ده اختيار. أيوة. الانسان لا اما بيقبل بالاهانه لا اما بيقول لا. أيوة. ولا عيل هيوصلنا لده، ولا ما فيش حوجه بتوصلنا لده، وربنا يحمي الوالد وهو موجود واقف في ظهرك. يعني انا بندم ان انا رجعت، مش عايز ارجع. معلش انا مش عايز ارجع والله. معلش بقى انا عبد الله ونور، قالوا لي كلهم قعدوا يقولوا لي عبد الله ونور، عبد الله ونور ازاي هيعيشوا من غير ابوهم؟ معلش يا زلك تعالي على نفسك ارجعي. مسكته اخته جات لي البيت، بقول لها ده بيقول للست في المكالمه وهي متجوزه، بيقول لها احنا هنتجوز ونفجر القنبله. اخته راحت ردت عليا، اخته الكبيره عزه راحت ردت عليا بتقول لي قنبله اتفرقع في وشهم. قلت لها اخوكي مش كويس، اخوكي وحش. بيقولوا لي احنا مش هنصرف عليهم، كانوا بيقولوا لي كده، بيقولوا لي احنا مش هنجيب لك اكل ولا هنديكي فلوس تجيبي اكل، احنا اللي هنجيب لك. كانوا مصرين اخواته، يعني انا بقول لهم خلوه يدوني فلوس اجيب حاجتي، انا اجيب حاجتي، يعني انا يجيبوا لي اكل مش كويس، احط الاكل على النار، اللحمه احطها على النار تقعد 10 ساعات على النار. واقول لهم يعني ليه، يعني ليه، طب ليه اعمل كده، ليه يحصل فيا كل ده؟ رجع بعد كده راحت ايه، لما رجعت وعشت وسكت، يعني كان برضو كلام الناس اللي اتكلموا معاه وحطوا السيف على رقبته، قالوا له الناس الكبار اللي في المنطقه، قالوا له انت دلوقتي تحترم نفسك وتمشي كويس معاها وما تعملش حاجه وحشه، وهي مش ناقصه، يعني مش ناقصها ولا جمال، ولا هي محترمه وجميله ومخلفه لك عيال كويسين وجمال، ليه بتعمل فيها كل ده؟ اللي رجعت وعشت وفعلا بقى يديني فلوسي في ايدي اللي هم ال 700 جنيه، وساعات في العيد كان بيديني 900 عشان الاكل غالي برضو. تمام. وبعدين كده عشت
خمس بعد سنين كده، بعد كده بقى برضو كنت بتحبيه برضو يا سالي؟ ايوه، بس برضو كان جوايا حاجه اتكسرت من جوايا، مش بقت زي ما انا كنت الاول. يعني حاسه ان انا بتحبيه يا سالي بعد كل ده؟ نفسيا بعد كل ده بتحبيه؟ تعبت نفسيا عشان ولاد، عشان ولادي. بعد كده ما فيش حاجه في الكلام ده. طيب وعشت خمس سنين، وبعد كل ده بعديها يتخانق برضو معايا ويضربني على حاجات ملهاش، ما تذكرش، حاجات هايفه، ما يعني ما فيش حد يتخانق عشان الحاجات دي. يعني ان انا الميه على طول قطع عندي، الميه على طول قطع، ما بتطلعليش خالص الميه. وجي بيقول لي انت ليه ما بتغسليش؟ بقول له يا ابني الميه على طول قطع، اغسل ازاي؟ فكانت في ايه، فضل يسعى ويركب موتور للبيت، اشترى موتور من على النت وركب موتور ولم من البيت، وبقت الميه كويسه وشغاله. يجي اقول له انا عايزه رابسه، يجيب لي كيس ب 10 جنيه رابسه. طب احنا خمس افراد، ازاي كيس ب 10 جنيه تغسل بيه كلنا الاسبوع كله؟ فجيت اتخانق عشان الموضوع ده، فاتصل بماما وبابا بيقول لهم تعالوا بنتكم ما بترضاش تغسل الهدوم. بابا دخل لقاني غسله الغسيل مالي الحبال، نشره على الانتريه غسيل، طلعه من الغساله غسيل مالي السبت لسه عايزه تنشر لان انا البلكونه عندي صغيره. فبيقولوا له طب ما هي غسله اهي، انت بتقول ازاي ما بتغسلش؟ امال الغسيل اللي مركون ده كله ايه؟ ضربني وخنقني، كان هيموتني، فضل يخنق فيا، كان كنت حاسه ان انا هموت، وفضل يلطش فيا بالقلمه لدرجه ان انا اول مره، يعني انا عمري ما بشتمه، ولا عمري ان انا بنفعل، ولا بقعد اعيط. انا جارتي اللي تحتي بتسمعني بتقول لي انت ليه ما بترديش؟ ليه بتسكتي؟ ليه؟ انا عايزه افهم. انت يعني انت فرشه له الشقه فرش غالي، وجايبه له كل حاجه غاليه، وجايبه كل حاجه حلوه، وعلى طول بتلبسي شيك، وعلى طول بتلبسي هدوم غاليه، وانت مش ناقصك حاجه، ليه بتسكتي؟ ليه هو عامل فيكي كده؟ لدرجه ان انا اول ما اتجوزت، اول شهر جواز، كنت جايبه حاجتي، مسك لي جزمي وهدومي، فضل يرميها لي في الارض ويقول لي انت ايه الحاجات اللي انت جايباها دي؟ وقعدت اعيط برده، وفضل يشتمني برده. بقول له انت مش عاجبك الحاجات اللي انا جايباها، طب جيب لي انت اللي احسن. رديت عليه قلت له كده، سكت، ما قدرش يرد عليا. طب سالي، وبعد كده ايه الحادثه الاخيره اللي حصلت؟ بعد كده الحادثه الاخيره، الحادثه الاخيره ان هو دخل من الباب لقى الولاد رامين العابهم في الارض، والولاد في ترابيزه عندي بيطلعوا عليها، فعوجوا السجاده بس من الترابيزه غصب عنهم هم بيلعبوا. دخل انتوا ليه كده، انت ليه كده، ويشتمني ويهني، ورمى الاكل ده، لقى اللبن. بعد كده دخل وعملت، كنت بعمل الاكل، كنت عامله له كشري، اتحط على النار بعمل له كشري على النار، وبروق له اوضته ومسحاه له، وبعمل في الصاله وبنضفها، بعمل من دل ده كده. مش عاجبه، بيقول لي انت مش زي الستات، انت ليه مش زي. قلت له ليه يعني الستات بيعملوا ايه اكتر من اللي انا بعمله؟ ما انا بعمل كل حاجه، كل اللي انت بتطلبه مني بعمله لك، ليه بتعمل معايا كده؟ راح اتخانق معايا واتصل بعمي ومسكني كتفني كده من وشي بغباء كده جامد، انا زهقت منك انا هقتلك، بنفس الاسلوب. بعدها بشويه راح ايه، دخلت له الاكل لغايه السرير وقدمته له. بعد مسكك من وشك؟ اه والله. بعد ما خانقك؟ اه والله. دخلت له اكل في السرير؟ اه والله. تمام يا سالي، وبعدين؟ وبعد كده رجعت، بعديها ابنه بيحكي لجدته في التليفون، بيقول لها ده بابا ضرب ماما، مسكها من وشها وشتمها. راح بتقول له، بيقول لها هاتي الراجل اللي جه، كان في راجل متدخل صاحب البيت عندنا، كان بيحل لنا مشكله، وانا معاه فتحه قبليها ساعه الخناقه الاخيره لما خنقني. بيقول لها هاتي الراجل ده علشان يكلمه، عشان هو مش راضي يسيبنا في حالنا. طلع على صوت الولد. انا بقول له عيب يا عبد الله، ليه ما تقولش مالكش دعوه، ما تدخلش نفسك يا عبد الله. عبد الله الصغير هو اللي بيقول لها كده. ده كام سنه؟ 4 سنين. اللي هو 8 سنين. 8 سنين. راح طلع، راح فضل يضرب في الولد بالقلمه على وشه، راح خطف من ايدي التليفون، بيرد على مامتي في التليفون، مامتي كانت بتكلمني، بيقول لها هات لها تليفون، اشتري لها تليفون وكلميها منه، كلمهاش تاني على التليفون، ده تليفوني انا اللي اشتريه بفلوسي. واخد التليفون منها وراح فاتح الميموري، راح مدلع الخطوط، راح رميها لي، ده تليفوني انا اللي جايبه بفلوسي، وكمان ما كانش جايبه لي بفلوسي، ده انا جيت في العيد قلت له انا مش عايزه اشتري لبس عيد، بس اشتري لي تليفون حلو كويس عشان انت جايب لي تليفون صغير.
قال لي طيب حاضر، وبرضيش اشتري لبس العيد، واشتري لي التليفون بالفلوس بتاعتها. رجع بعد كده كل شويه، كل ما نحصل اي مشكله يروح حاطط من ايدي التليفون، يروح فكه وياخده مني. انا مش هخلي لك تليفون، ما تمسكيش التليفون في ايديكي. رجع بعديها راح ايه تعورني، مسكني ولفني كتفني وفضل يضرب فيا، يضرب فيا لغايه ما كل الدم نزل من وشي، ووشي كله كدم وتعور وزرق، ومعايا الصور ومعايا قلت المحاضر عشان ابني اتكلم امه، عشان اتكلم جا امه جا جدتك. وبيحكي لها. رجع بعد كده راح وانا بيضربني، رحت فاتحه الباب، رحت جاريه بسرعه منه، حلقني هدومي، شدني من هدومي عشان يجيبني بالعافيه تاني عشان يضربني تاني. رحت جريت، رحت نازله لقيت الجار في وشي قابلني على السلم، خايف منه، ما بيرضوش يتدخلوا في اي مشكله، كل ما المشكله تحصل ما يرضوش يتدخلوا، يخافوا منه لا يضربوا. كل شويه كمان الجار يسمع ولاده بيلعبوا ولا بيتكلموا، يفضل يشتمهم من فوق، يخبط بالشباك، اسكتوا بقى حرام عليكم، انا مش عارف انام، وهما اللي تحتينا مش احنا اللي فوقيه، يعني هما اللي تحتينا، انا اللي ولادي بيلعبوا عليهم وبيجروا، يروحوا هما ساكتين يقولوا طيب حاضر معلش، يسكتوا. رجع بعد كده راح ايه، لما الجار قابلني، الجار كان يعرفني، كان شدك من هدومك؟ اه، قلعني الترنج في ايده، ونزلت بتشيرت وشعري عريان وجسمي عريان، وجريت منه ونزلت، رحت دخلني عند مراته، قال لمراته حط لها حاجه ولا اعمل لها حاجه، الدم نازل من الدم، ما كانش راضي يسكت لان عندي سيوله. بيقول له ليه بتعمل فيها كده؟ الجار قال له ليه بتعمل فيها كده؟ بيقول له هات هدوم لمراتك علشان مراتك عريانه، ونزلت تحت عند مراتي، وانا مكسوفه ادخل شقتي وهي كده. راح بص له كده وسكت، وفضل سايبه قاعد على السلم بره، جاري اسمه علي، فضل قاعد على السلم. رجع بعد كده راحت ايه اللي مراته، فضلت تكتمني في الدم، بقول لها انت عندك بن؟ قالت لي لا ما عنديش. ندهت في عروسه في وشها، لسه كانت متجوزه جديد، العروسه عندها بن، راحت جايه حطالي، فضلت تعيط عليا البنت، هما شافتني اتخض. معلش يا سالي، وعلى اساس الموقف ده انت قررتي الطلاق وانفصلتي عنه والحب ده؟ أيوة. انا بس عندي تساؤل اخير قبل ما اقفل معاكي، انت بعد القصه دي كلها اللي بتحكيها، أوه، وطلعتي اكتر من مره بتشتكي على السوشيال ميديا من اسود جوزك عليكي واللي كان بيعمله، أيوة، والناس مش متعاطفه معاكي؟ لا. ليه؟ الناس بيقولوا لي انت ليه طالعه؟ ليه بتعملي كده؟ ليه؟ انت حاطه مكياج؟ انت رايحه تشتغلي رقاصه؟ طب انا كنت ساعتها رايحه فرح، بعد ما هو اللي صور معايا ده، كنت انا رايحه فرح، احضر فرح، فيعني ليه بيتنمروا عليا وبيقولوا لي ان انت حاطه مكياج، وانا انا يعني طب انا زي ما انك انت عامله محضر واثبتي الحاله، وان انت فتح لك راسك، وان كل حاجه، وعملت له تمكين، وعملت تبديد عفش، لان هو اللي واخد عفشي يعني انت عندك الحق القانوني في كل ده، والقانون اثبت ايوه ان انت تم الاعتداء عليك على مدار 9 سنين من قبل جوزك، ولكن لما عرضت قصتك على السوشيال ميديا الناس هجمتك. ايوه، بيقولوا لي هو فين؟ انت احنا عايزينه يطلع يتكلم هو كمان، احنا مش عايزين نسمع من طرف واحد. فانا قلت لهم واجهوني بيه، لو عايزين تواجهوني بيه واجهوني بيه، وانا هحكي له في وشه الكلام ده، لان انا ما بكذبش في ولا حرف. انت مشكلتك دلوقتي ان انت عايزه منه ان هو يصرف على عياله، عشان هو ما بيصرفش على حد. عايزه يدفع نفقتي للولاد اللي عليه، وعايزه بنتي تتعلم وابني الصغير يتعلم، وعاوزه كمان الناس يعني المسؤولين يعني يجيبوا لي حقي منه ومن اهله كل شويه بيسلط اهله علينا، يخشوا يتهجموا علينا، خلوا بابا في الجامع بيصلي، اخته قاعده في نفس العماره فوق، واخوه والدته لما توفت كان اخوه ده قاعد بره عند خاله، وما هوش مقيم معاها، بعد ما توفت قالوا احنا هنبقى نيجي نقعد اسبوع كده في الشقه كحاجه عائليه. قلت لهم ما فيش مشكله، في نسب بيننا وبينهم. فجابوا اخوهم بالليل وراحوا حاطينه في قلب الشقه هو وزوجته، هو كان جابوا عفشهم بالليل ودخلوه في قلب الشقه وقعدوا بعد ما امه توفت. المفروض ان انا استلم الشقه بعد ما امه توفت، لا عملوا كده، قلت معاه ولا متجوز معاه، قلت ما فيش مشكله، بس لما لقيته بقى كانت لوحديها عمال يضرب في بنتي، وبنتي ما فيش مشكله،